مدينة تحبير الآن بدأت تتوج فريق نهضة بركان بكأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم. فرحة عارمة يعني عبر الشباب من خلالها عن فرحتهم وانتمائهم لفريق النهضة البركانية. فمبروك للفريق البرتقالي بهذا الكأس، ومبروك لعشاق فريق نهضة بركان. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير اخوتي. تحيه للمتابعين الكرام وليله سعيده، تحياتي لكم.